هذا المشروع نعمل من قبل تيرنينج تيبلز بالتعاون مع جوتا وكير جوردن. اشتغلنا مع شباب صبايا من سوريا والأردن والعراق. أعطناهم دورة تدريبية في صناعة الأفلام لمدة 6 أيام على مدار شهر. علمناهم فيها من ناحية كتابة النص لحديت الإخراج والتصوير من الألف إلى الياء. اشتغلت مع الشباب الصبايا على كتابة النص، على كيف يطلع بالفكرة، كيف يستوحوا الفكرة بشكل عام، وكيف يطلعوها من واقعهم ويحولوها لشيء ممكن إنه يعمل فيلم صغير. الأفكار اللي كانوا يطلعوا فيها حلوة، كان في عندنا كذا أشياء جوا، صحيح يكونوا مثلا مشتتين، بس إذا بتحكي معهم شوية بتكتشف إنه لا ممكن تطلع منهم شيء متكامل أكثر. ممتازة وعلمتنا كثير شغلات ما كنا نعرفها، وضحوا لنا صورة التمثيل كيف واحد يمثل، كيف نعمل جروب تمثيلي، كيف نعمل مخرجين مصور مثال مصور الفيديو. ما بصير هاي 400 انجاز يعني افتح الطبان وشوف حتى لو تابعنا عن نظرتي الكترونية كشفت على كامل ما شاء الله يا طب اسمع جيب شي حدا بيعرف انا انا 50 تساوي الدورة كثير حلوة واستفدنا كثير اشياء وغير هيك يعني ممكن نستخدمها بحياتنا حتى مو هلا حتى اذا سافرنا يعني كل ما احضر مسلسل او احضر فيلم بتذكركم والله العظيم بتذكر يعني بتجي لقطه بقول هاي اللقطه مثلا ميديوم اشتغلنا مع الشباب والصبايا على كيف يستخدموا الكاميرا اول شيء كيف يحملوها والزوايا اللي يصوروا فيها والاضاءه علمناهم كيف يصنعوا اشياء ادوات للتصوير بيستخدموها المحترفين بس بأدوات بسيطة ممكن يلاقوها عندهم بالبيت تحمسوا كثير وكانوا جد يستوعبوا بسرعة وشاطرين في نظر الدورة كلش ممتعة ومفيدة جدا يعني دعمتهم معنويا ونفسيا وبنفس الوقت كيفية انه هو يقوم بالدور وكيفية يعبر عن مشاعره مدخل صناعة الأفلام بالاخر بتصفي مش مدخل له بتصفي شغله اللي بيشتغل فيه دائما بجيب مدخل له دخل لعائلته بقدر يعيل عائلته مش ضروري يكون عنده جنسية معينة عشان يشتغل في المجال ممكن يشتغل فريلانس مع ناس معين على بروجكت بس دورة غيرت فيه ودلتني شغلة ما كنت أعرف عنها يعني ممكن أصير مصور ومستقبل ويكون هذا شغل يعني الأشياء اللي تعلمت ممكن أستخدمها في المستقبل إلا ما أطورها يعني أنا بعدين بحب التصوير ممكن الأشياء اللي تعلمتها هون أستعملها بحياتي أو أطلع ممثلة أو ممثلة كثير انبسطنا إنه المنتج النهائي اللي شفناه منهم كان إشي بصراحة برفع الرأس